سيكون معنا من عمان الدكتور عامر الشوبكي وهو مستشار الطاقة الدولية. سيدي، أهمية هذا التصريح. تحية لك وللمشاهدين. يعني يبدو أن الخطوة رمزية من الجي 7 والاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا مرة أخرى. الحزمة 11 الآن يتم تجهيزها لإعلانها بالتفصيل بعد اجتماع الجي 7 في اليابان في يوم الجمعة القادم. طبعا الأمر حاليا قطعت روسيا بدأت بهذه العقوبات. بالفعل روسيا بدأت بتخفيض إمدادات الغاز إلى القارة الأوروبية عبر أنابيب الغاز، تم بعدها تخريب شبكة الغاز نورد ستريم 1 و 2، والآن يبدو أن بعض الغاز يمر عبر الخط يمال عبر بولندا والخط المار عبر أوكرانيا. يبدو أن هنالك أيضا إصرار أوروبي على قطع جميع إمدادات الغاز عن القارة الأوروبية، الغاز الروسي أقصد. وبالتالي أيضا مرة أخرى أعتقد أن أوروبا تعاقب نفسها بهذا الأمر وبهذا الإجراء. وهذا كان سؤالي دكتور عامر، أعتذر هنا للمقاطعة. هل أوروبا، مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي وما بينهما، هل امتلكوا القدرة أو رفاهية التخطيط أن يصلوا إلى هذه النقطة؟ لا نستطيع أن نقول هنالك أريحية في وضع الطاقة. ما زالت أزمة الطاقة موجودة في أوروبا، رغم أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار طمأن الأوروبيين نوعا ما. أسعار الغاز الآن أقل من 35 يورو للميجاوات ساعة، تقريبا 10 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. مخزونات أوروبا من الغاز أيضا أكثر من 60%. في وضع مثل الوقت الحالي يكون مخزونات أقل من 30%، أي أنها ستملأ مخزوناتها قبل الموعد المفترض في نوفمبر بكثير. فأعتقد بأن هذا ما جعل أوروبا تطمئن أكثر من اللازم في هذا الأمر. لكن أوروبا ما زالت تحت الضغط، ما زالت تعتمد على الغاز المسال من الولايات المتحدة ومن مناطق أخرى. طبعا من نتائج هذا الإعلان أيضا سيعطي إشارات طمأنة لموردين الغاز الجدد للقارة الأوروبية، سواء من قطر، من الجزائر، من مصر، أو حتى من الولايات المتحدة. هل الرسالة من داخل أوروبا؟ نعم. هل الرسالة لهم؟ الرسالة طمأنة نعم للموردين الجدد، لكنها أيضا هي يحاول القادة الأوروبيين بهذه الخطوة إقناع شعوبهم مرة أخرى بأنهم لم يخطئوا في قطع الغاز في المرة السابقة في العقوبات الماضية، أو أنهم سيعاقبون روسيا أكثر ويخفضون إيراداتها أكثر من واردات بيع الطاقة الروسية إلى أوروبا. بالفعل واردات الطاقة الروسية انخفضت من 40 إلى أقل من 9%، وكذلك اعتماد أوروبا على الغاز الروسي انخفض من 45% إلى 7.5%، و80% تقريبا انخفض الإيرادات الأوروبية من الغاز الروسي. هنا الآن النقطة أخرى، بحيث أنه كيف سيتم تفعيل هذه العقوبات، مع أن مثلا أنبوب دروغبا بما يخص النفط ما زال يورد النفط إلى القارة الأوروبية، وهنالك تمرير نفط آخر من كازاخستان إلى أوروبا عبر نفس الأنبوب. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح في البيان الذي سيصدر بعد اجتماع الجي 7. نعم. من عمان الدكتور عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي، شكر لك هذه المشاركة.